مشاهدينا بدي احييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. الاسر الاكثر تاثرا بالوضع الراهن عم تكتر يوم عن يوم وعم بتزيد، وبعض الانظار عم تتجه الى مجلس الوزراء يلي اقر بالامس الخطه يلي وضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية. هالخطة هي بترتكز على ثلاث أمور: عنوان العريض التكافل والتضامن وتأمين المستلزمات لكل الأسر يلي تضررت واللي عم تتأثر حاليا بأزمة الكورونا، خصوصا بعد تمديد مهلة التعبئة العامة. وكل البلديات والمخاتير اليوم اتحادات البلديات بانتظار الاستمارة اللي رح توزع عليهم، ولكن موضوع الاستمارة اليوم بينبت، وبعتقد صار في بلديات واتحادات بلديات ومخاتير بلشوا يحضروا الناس بمجتمعاتهم بقراهم حتى يعملوا مسح للناس يلي بالفعل هي متأثرة بهذه الأوضاع، وتبادر من خلال هالاستمارات إنها ترجع تروح طبعا للمراجع المعنية حتى كمان أنه توصل لها الناس بأقرب وقت ممكن. اللي عرفناه أنه تعبة الاستمارة من خلال المخاتير والبلديات سترسل بدورة إذن إلى الجهات المختصة. هالاستمارات رح تتأكد من صحة المعلومات تحت طائلة المسؤولية، وسوف تنقل المواد الغذائية والتنظيفية للمواطنين. واللي عرفناه أنه رح يكون في سلة من المواد الغذائية وسلة مواد تنظيف وتعقيم تستهدف الأسر المصنفة من خلال الأكثر فقراً، مستثنية الأسر اللي بتستفيد حالياً من البطاقة الغذائية. كمان عم بيكون في درس لموضوع تسهيلات مالية وضريبية اللي بعدها مثل ما قلت قيد الدرس، ورح يكون في كمان خدمات صحية واجتماعية من خلال مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية. معلومة بدي أذكر المشاهدين أنه بدءا من منتصف ليل بكرة ليلة 28 أدار يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي، وتقدم الساعة 60 دقيقة. متابعات أستاذ وليد دمير رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني، يعطيك العافية. حبيت اليوم من خلال الحل عنا أنك توصل صوت المتعاقدين، تفضل. يسعد لي مساكي، ويسعد لي مساء كل الكادر العاملين في محطة الام تي في. شكرا. يسعد لي مساكم جميعا، وانا بشكرك على هيدي اللفتة الكريمة بظل هاي الظروف الصعبة اللي عم يعيشها البلد، ونحن الاساتذة اللي عم نعيش. نحن عم نعيش بظروف صعبة كثير كثير بهيدا الايام، وخاصة نحن من خمسة اشهر لم نقبض مستحقاتنا. هاي خمسة اشهر بظل هيدا الغلاء المعيشي السيء بالبلد، نحن من خمسة اشهر لم نقبض مستحقاتنا. نحن الثورة عطلنا بأيام الثورة عدد أيام كثير، وهلأ بظلم الظروف الكورونا زي هذه الظروف الكورونا عطلنا كمان شهر ونص من دون ما تنحسب لنا أي ساعة من ساعاته. نحن ما نطالب رئيس الحكومة، نحن ما نطالب رئيس الحكومة، دولة رئيس الحكومة، فخامة رئيس الجمهورية والوزراء ومعالي وزير التربية بإقرار مرسوم لاحتساب العقد المتعاقدين في التعليم المهني كاملا، لانه احنا بظروف سيئه كثير كثير كثير، نحن بظروف عم نمر فيها بوضعنا نحن كاساتذه هلا بظروف سيئه جدا جدا. نحن ما بدنا نروح كاستاذ متعاقد، كاستاذ عم يعلم اجيال، رافعين راسنا، بدنا نبقى رافعين راسنا، ما بدنا نروح نسجل اسمائنا بوزارة الشؤون الاجتماعية ليصدقوا علينا بسلة، ليصدقوا علينا بسلة غذائية. نحن منا من الأسر الأكثر فقراً، نحن عم نعلم الأجيال من واجب رئيس الحكومة، من واجب فخامة رئيس الجمهورية، من واجب معالي وزير التربية، من واجب أن يصدروا مرسوم لاحتساب العقد كامل، والإسراع بكل القوة لدفع مستحقات الأساتذة كاملة. استاذ وليد في شغله كثير مهمه بعد اذنك بوصل لك اياها.
الاعتمادات موجودة ومرصودة من أول السنة في وزارة المالية عن العقد كامل من أول السنة موجودة لآخر السنة مرصودة في وزارة المالية على رئيس الحكومة فقط، والحكومة إصدار مرسوم بدفع المستحقات كاملة للأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني الرسمي. أستاذ وليد، هل تواصلتوا مع وزارة التربية أو مع المدرية؟ نعم، تواصلت مع وزارة التربية عبر المستشارين، لأنه معالي الوزير ما رد علينا، مع العلم عملنا له تغريدات على الفيسبوك والواتساب لحتى والتويتر لحتى يفطر الفيسبوك والواتساب عنده. شو قالوا لكم المستشارين؟ تواصلت مع رئيس المجلس الدفاع الاعلى ليوصل صوتنا للحكومه ولفقامه رئيس الجمهوريه، تواصلت مع الجهات الرسميه كافه مع السابقين والحاليين من النواب، كل صوت وصلت معهم لحتى يوقفوا معنا. في شغله كثير مهمه، طلعت المديره العامه اليوم طلعت على اذاعه النور، حكيت كلام كثير حلو، كلام كثير بهمنا نحن، نتشكرها على الكلام اللي حكيته، نتشكرها على المبادره الانسانيه اللي قامت فيها تجاه المهمين على صناديق المعاهد، لان هي من بايدها ان تصدر مذكره او مرسوم يحتسب ساعات المتعاقدين بالاعطار القصريه. نحن منا عم نطالب بس بالاعطار القصريه، نحن بظل هيدي الظروف اللي نحن عم نعيشها بدنا من الحكومه تدفع لنا العائد كامل مثل ما نحن ماضيينه معه. من اسوء من اسوء الحالات بلبنان، من اسوء السيئات، من اكثر الامور سوءا، هي موضوع التعاقد للاستاذ، لان الاستاذ المتعاقد، هذا كلمه متعاقد يعني كلمه انه وظيفة سيئة أنا بعتبرها. أستاذ وليد، يعني إن شاء الله صوتكم يصال، لأنه خصوصا بهذه الظروف قصرا أنتم اليوم موجودين بمنازلكم، مثل ما عم نقول لكل الناس بقوا ببيوتكم، خليكم ببيوتكم وعلى الدولة ببيوتنا. رغم هيك بس أوصل لك شغلة صغيرة، نحن بالنسبة للتعليم عن بعد، نعم، نحن عم نقوم بواجبنا، بس بالتعليم المهني في العملي في النظري، العملي نهائيا، وفي الشهادات وغير الشهادات، نعم. يعني هم اخذوا قرار بالتعليم المهني بالتعلم عن بعد بس للشهادات والتعليم النظري، هذا كله ما بيفيد الاساتذه، التعليم المهني الاساتذه المتعاقدين هم 95% من جسم التعليم المهني، الاساتذه المتعاقدين بالتعليم المهني هم 95%، يعني نعم. هم التعليم المهني، نعم، هم الامتحان، يعني اليوم هم التعليم، هم التدريس. استاذ وليد، على الحكومه اخذ هذا الموضوع بجديه، والا في شغله مهمه انه نحن بدنا ننزل نعتصم في ظل هذه الظروف السيئه الصعبه. نحن هلا ما بدنا نعتصم، يعني اليوم المطلوب حتى نمر من هالازمه الكورونا، يعني صار معروف إن من اهم الامور. معك معك استاذ وليد، انا معك واعطيتك استاذ وليد. بموت بكرامته احسن ما يموت من الجوع 100%. يا استاذ وليد، استاذ وليد خليني رد عليك على القليل، يعطيني نفس. أنا عم أقول معك ألف حق، واليوم هيدا حقكم لازم تاخدوه، وقصرا كلنا مجبورين نكون ببيوتنا حفاظا على سلامتنا، حفاظا على وطننا، وحفاظا على كراماتنا كمان، لأنه روح الإنسان عزيزة وكريمة كمان. ومن مسؤولية الدولة اليوم تعمل استراتيجية ترعى ظروف جميع اللبنانيين بكل احتياجاتهم، ومنهم أنتوا. يعني بالعكس، انا اللي عم اهلا وسهلا فيك، انا بدي فوت على فاصل ومنتابع. هلا شغله مهمه في اساتذه، اذا نتابع الحل عنا اتصالاتكم على 0444444. باخذ اتصال. الو 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 بونجور. بونجور مدام ريبيكا. بونجور، تفضلي. معك كريستين عون بطرس، مسؤوله التواصل والعلاقات العامه بمستشفى قلب يسوع. اهلا وسهلا فيك، تفضلي. اول شيء انا حابه اشكرك لسماحنا انه من خلال منبرك نحن نعلن اليوم عن افتتاح قسم خاص لاستقبال مرضى الكورونا بمستشفى قلب يسوع. نعم. وكمان رح استغنم الفرصة حتى نعلي صوتنا ونناشد الجهات الرسمية والخاصة حتى يساعدوا مستشفى قلب يسوع، لأنه صحيح أنه نحن افتتحنا القسم الخاص، ولكن نحن عنا مشكلة حقيقية بالفعل بالقطاع الخاص بالمستشفيات، ومشكلة قديمة منا جديدة، ولكن تفاقمت
بأزمة الكورونا وهي لها علاقة بالمستلزمات الطبية نعم. الضرورية لنقدر نحن نكافح هذا الفيروس نعم. وهون عم نحكي عن مستلزمات ما بدها أموال باهظة، عم نحكي عن مستلزمات وقائية بديهية، عم نحكي عن كمامات، كفوف، أوفرول، البوتس والكفر هيد. بتصنعوا بلبنان؟ بتصنعوا بلبنان؟ هلا اذا ما في هلا نقدر نستورد، هلا هالامور هي بتتصنع بلبنان؟ في شركات بلشت تصنع بلبنان وفي شركات عم تشتغل وتجهز حالها حتى تصنع بلبنان. عظيم كثير منيح، يعني هيك بنشجع كمان الصناعه الوطنيه وبنشجع الناس. بدي اقول شكرا اكيد، يعني اليوم كل المستشفيات عم تتاهب حتى تكون على مستوى المرحله، وبالوقت ذاته أكيد المستلزمات هيدي ضرورة، يعني بدأت وبلشت تنقص مثل ما بعرف بعض الأمور ممكن. وأكيد بالجناح يلي مخصصينه، يعني إن شاء الله ما بيكون في حالات يا مدام كريستين، ولكن للضرورة أنه يكون في دايما تجهيز أجنحة بالمستشفيات مثل ما عم نطالب كمان بكل القرى والبلدات اللي قدرة تعمل حجر منزلي كمان ما تتأخر. أكيد. أنا بشكرك أهلا وسهلا فيك. عندك شي بعبك تقولي؟ أكيد أنا بدي أقوله مش المهم نفتح قسم، نحن فتحنا قسم، ولكن نحن بهمنا الاستمرارية أكيد، ونحن بنعرف بهذه الأزمة هيدا موضوع بيطالنا كلنا، يعني نحن صحيح بنتكتف كقطاع خاص ورسمي. صحيح. عندكم حالات هلأ؟ عندكم حالات هلأ بالمستشفى؟ نعم عندنا حالة حاليا. وضعهم منيح يعني مستقر؟ نوعا ما نوعا ما. نحن بنتمنى لهم الشفاء، ولكن طلعت النتيجة سلبية الحمد لله وبعتناها على الباب، انما في عندنا حالة بوزيتيف موجودة حاليا. مدام كريستين بدي اقول لك يعطيكم الف عافية، كل الجسم الطبي والإداري بكل المؤسسات الطبية والمستشفيات حكومية وخاصة يلي اليوم على تماس مع المرضى، وبدي اقول للدولة في أولويات بالعمل الطبي وخصوصا الأوبئة، يعني بأقسام الأوبئة كثير مهم. نحن رح ننتقل إلى نقل مباشر.